تسعه قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون الا اتخذ من دونه الهه من دون الرحمن فطر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يؤخذني مني اذا لم يضلل المبين اني اعتزلت في ربكم فاسمعوني الى دخول الجنه قال ذلك قومي على الهدى بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جند الى السماء وما كنا مجيبين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خالقون يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا فيه يستهزئون الم يروا كما لنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع الذين محصرون وايات لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وقسمنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري من مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبقون وآية لهم أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأنوا الحب لصالح لهم ولهم يقربون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم ادخلوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء والله أطعمهم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق بالسوء فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وابتدوا اليوم أيها المجرمون فلم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وألا تعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون سوى اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء ونطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط وأنا يكسبون ولو نشاء هنا مسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننفسه في الخلق افلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر.